طبعاً وقت اللي ننعزم على عرس خارج البلاد إجمالاً بيكون صار له كتير فترة نحن عارفين بهذا الديت. طبعاً يعني يعني لنشاهد يعني فترة كم ساعة صحيح يعني ليجهزوا هو العرس أوريدي بده ست أسابيع، ولكن الحجز بيصير قبل وفينا نعمل سيف ذا ديت بالأعراس خارج البلاد، بيقدر يكون قبل ست شهور، وهذه الدعوات بتطلع يعني أوريدي بتكوني أنت بعتيها لأنك بتكون حددتي وحجزتي، وكل ما يعني كل ما تقربي بالوقت كل ما يكونوا الاشخاص عندهم فرصه انه يحجزوا ويحجزوا بشكل باسعار اقل، لان في عندك التيكت فلهالسبب ولا يحضروا الفيز. اليوم العرسين منهم مجبورين اطلاقا بانهم هن يدفعوا عن اي معزوم، ما منهم مجبورين الا بالاشخاص اللي هن بيعتبروا انهم اساسيه بالعرس وما عندهم القدره الماديه انه هن يجوا. فهيدول الاشخاص فقط يلي هن بحاجه او لازم يعتبروا انه هن لازم يدفعوا عنهم. لانه الاشخاص يلي لهم خيار انه هن ما يتكفلوا بهيدا الموضوع، العرس وقت اللي انت تختاري تعمليه خارج البلاد بتكوني عم تحطي احتمال كبير انه كثير اشخاص ما رح مش رح يحضر. مين بده يجيب كان بجيب هديه او لا، هيدا بنرجع للدوائر الصغرى وللدوائر الوسطى وللدوائر الكبرى. يعني الدوائر الصغرى يلي هن الاهل، حتى لو ما حضروا الاهل والاخوه يعني العائله الصغيره، هن الاشخاص يلي مجبورين بالهديه حضروا العرس او ما حضروا. والدوائر الوسطى هن الاشخاص يلي انا حبيت اني انا اعزمهم لا هيدا على هيدا العرس وما قدروا لبوا لاسباب ماديه، طبعا بيقدروا ومستحب انه يجيبوا هديه وقت اللي بيرجعوا تيهنوا العرسين كونوا من الدوائر الوسطى، يعني هن اصدقاء مقربين او اهل بعض او اهل شوي. يعني لا الاهل بيضلهم بالدوائر الصغرى او انه زملاء. نعم هيدي الدوائر الوسطى. نعم. والدوائر الكبرى حتى اذا انعزمت فيهم ما يلبوا الدعوه، وفيهم يعني كمان معارف فيهم كمان انه بيختاروا انه ما يقدموا اي هديه. هيدا كمان خيار. هلا الواجب تبع العرسين انه يامنوا اقامه باسعار مدروسه، يعني نحن بنقول هيدا العرس عطونا سعر كذا كذا كذا، نسهل امور الناس، ناخذ اوفرات، ناخذ اوتيلات قريبه من مكان العرس، نامن كوافير حتى لو ما بدك تدفعي بس انت بيكون عندك هيدي التسهيلات للسيدات لحتينا يعملوا. يعني وقت اللي انا بدي احضر عرسي برات هذا البلد او برات البلد اللي الناس متعوده عليه، لازم يكون في اشياء لوجستيه العرسين بامنوها، مش ماديا ولكن بامنوها بشكل انه هن عملوا كل الاجراءات اللازمه والاتصالات وحتى الكونترايات، يعني وبيعلموا طبعا. وهيدا بصير يجي تباعا على الايميل او على الواتساب، وخصوصا اذا كانت الاماكن شوي سبيسيال، يعني شوي باماكن بعيده باماكن منا قريبه، بدهم يامنوا سيارات، بدهم يامنوا نقليات، بدهم يامنوا من المطار على المكان بدون ما يكونوا عم يدفعوا. انتبهي يعني مش ملزمين انه يدفعوا، ولكن على الاقل بيكون في ليستا بالقصص يلي بتسهل حياه الناس اللي جايين. يعني كثير احنا كثير بهمنا انه وقت العالم تجي لعنا اهم شيء بالنسبه لي هو الاستقبال، هو انا كيف عم بادرك هالاهتمام، لانك انت جاي لعندي، فانا بدي بادرك هالاهتمام باني انا ريح لك حياتك، باني سهل لك اياها، باني اعطيك افكار، انه مش كل الناس بتعرف تعمل هالشيء، وفي اشخاص منهم بحاجه لاي مساعده، هن بيتكفلوا بكل يعني تسليه نفسهم اذا بدي، ولازم يكون في اشخاص من قبل الاهل العريس او العروس كمان عم بينتبهوا للمعازيم، عم بينتبهوا للاشخاص، عم بيكونوا هن اذا بدك محل العريس والعروس لحتينا يرافقوا ويراقبوا ويحلوا مشاكل ويكونوا موجودين حواليهم ويتشكرون بالعرس وخارج العرس وكل الاوقات اللي هو بيكون فيها الاشخاص يعني بهذا المطار.
الأشخاص اللي إجوا لعنا لازم نبادرهم بالشكر الخاص، هيدي بكل المناسبات إذا بتريدوا شكر خاص لكل الأشخاص اللي إجوا على رسالة موجهة للأشخاص، مثل ما بعتنا لهم كارت عرس بنعرف كمان نبعت لهم شكر، لانه الناس كثير عندنا ما بعرف ليش ثقافه الشكر نحن منا كثير متطوره عندنا. الشكر هو اهم شيء بتتركيه بذاكره الناس، لانه هي اخر انكاونتر لك، اخر تفاعل معك، يعني انت اليوم وقتها بتقولي شكرا هو اخر شيء بيتذكره الانسان وقت اللي انت عملتي كل هالافار مشانه.